وسلة كلش موديلها حلوة. هاي على مصب المي ليش سعرها 1000 دينار. عليكم متابعينا، زارنا علاوي الحلو اليوم، حبي يسلم عليكم، قول هلا مية الحبيبي، شرفتنا، شرفت المجمع. شوفوا لنا هاي السنادين الخشب، طبعا سنادين خشبية كلش حلوة، شوفوا لي الموديل خشب صاج وسعرها بعد احلى ب 2000 دينار. شوفوا لنا هذا الموديل السلف، اول شيء ما عليه بلاستيك ما شيء، درجة اولى، وكان ما تعاليق لي قدام سلة، صير مخضر، صير الحمام، صير اي شيء، موديلها حلو سعرها بعد احلى ب 8000 دينار. السلام عليكم متابعينا، اليوم احمد وسما، سما شاء الله على السنه وجايتنا، قولي هلا 100 شرفتونا. اليوم وفرنا لكم شيء حلو، مربي الحيوانات، بيت للقطر، للقطط، للشلاب الصغار، طبعا كلش حلو منا يجي تنفيس بعوني مشفت كلش موديلة، في تايرات سهولة في الحركة، تقدر تحركها براحتك، وتقدر تقفل التايرات توقف الحركة مالته، سعرها 25000. شوفوا لنا هاي الرفوفة، رف طابقين خشب ما يتأثر بالمي، مال عمر، بتشي قوي، خشبه كله ثخين، بتشي كلش كلش مرتب، سعرها بيش؟ 15000. توفر موديل صيدلية، طبعا صيدلية كلش حلوة، باب مالتها اكريليك، تقدر تعلقها بأي مكان، سلايد، موديل حلو سعره 15000. توفر قاعدة مال قنينة، موديل كلش حلو، مكان تخلي بيه قنينة وبنفس الوقت تايرات وبيقفالة، باعوا لي التاير تقدر تقفله بعد ما يصير بأي حركة ما يتحرك، هذا موديل سعره 20000. بس طعون المقالم الحلوه، مقالم شكردان مال فرج مال كل شيء، بس شوفوا لي الصوت مال كريستال اصلي اصلي، فشي درجه اولى وبيش 1000 دينار اليوم قطعه، 1000 دينار سويت لكم اياها، سعرها كانت 3000 سويت لكم اياها 1000، عروض ما بيها توصيل، تعالوا لعبوا عليها. شوفوا لنا اليوم جبنا نسيت ما شوي سكينه درجه اولى مال لحم، سكينه اصليه كامل ستيل، الملقط مالتها والشطلات مال لحم شوي، وهي التختة الأصلية خشب أصلي، فتشي حلو مرتب، سيت حلو مال طباخين، مال سكينة درجة أولى مال لحم، سكينة أصلية كامل ستيل، الملقط مالتها والشطلات مال لحم شوي، وهي التختة الأصلية خشب أصلي، فتشي حلو مرتب، سيت حلو مال طباخين، مال مطابخ، هذا بس كشختة كافي، باعوا لي حتى التختة تجي النقش فيها، بيش سعرها؟ 15000، هاي كارتون شيء بالكارتونه 15 سعره. جبنا لكم موديل حافظات كلش حلو، موديل حافظات ينفتح وينسد كلش موديل حلو، تقدرون اي شيء تستخدموه مال اكل مال شرزات اي شيء كلش موديل حلو، الباغه مالته فد شيء اصلي مو من هذا الخبيث الثقيل، وسعرها حلو بيش ب 3000. السلام عليكم زبائن المجمع، كل شيء وكل شيء، اليوم احد اذا الله راد عندنا عروض، بس العروض تكون بيع مباشر، يعني داخل المجمع الكمية تكفيني اوفي واكفي الزباين اللي يجون بداخل المجمع. هذه الموديلات عندي بيها سوق خزن، اليوم وصلتني مجموعة كراتين انواع متعددة، بس الخزن مالتها كلش كان سيء بالمخازن، لهذا جتني الكراتين يا اما ممرودة يا اما مشققة يا اما الكراتين كلش تعبانة. احنا ما يهمنا الكرتونة، يهمنا المنتج اللي بداخل الكرتونة. شوفي الموديل مالتها تجي هذه هالشكل مزيته، وهذه شكردان بيها بالداخل قطع كيلو، يعني تجيك الكرتونه هالشكل قطع كيلو، سعر الباكيت سابقا كنت ابيعه 3000 دينار، لانه الكراتين مثل ما وضحت لكم تعبانه، عندي بيها عروض كرتونه تاخذيها هالشكل ب 1000 دينار، والعروض فقط ببيع مباشر بداخل المجمع، كل الهلا بيكم. يوم احد بخير وسلامه، وسويت لكم بيها عروض على سيت السكاكين، شوفوا لي الموديل مالته هالشكل يجي، يعني فاتحته اللون يكون كله ذهبي، هذا ديزاين مالته. اليوم عروضي لانه الكراتين جتني كلها تعبانه، شوفي لي الموديل مالته الكراتين كلش تكون تعبانه شكلها، شوفي لي الموديل مالته ممرودات بالمخزن الكراتين مالته. يوم سويت لكم عليها عروض، شوفوا لي السكينه ايش قد قويه، سكينه كلش قويه وحاده بشكل، تجي بيها ساطور سكينه كبيره وسكينه صغيره، والمسك المحبس مال التقشير والمكشاره،
سعر السيت كامل 2000 دينار، البيع مباشر فقط اليوم الاحد. كل اللي لديكم شوفونا هاي الموديلات شكردانات حلوة، مع الشكر مع أي شكردان تستخدمون قاعدة بيها كلش حلوة، فتشي مرتب. وبيش العروض 1000 دينار تاخذ 3 قطع ب 2000 دينار، وقطع ب 1000 3 ب 2000. شوفوا هذا الموديل السلة جبت لكم اياه، الفرة مالتها قد حلوة، التايرات مالتها كلش سريعة، وهذه الصبغ مالتها صبغ حراري يعني مزنجر داخل فرن. الصبغ مالتها تقدرين تخليها بالحمام، تقدرين تخلين بها خضروات، تخلين ورق سيليفون او ورق زبده، وتخلين البوتيتو مالتك والبصل وهاي السوالف بالمطبخ، تقدرين تخليها بغرف النوم الشسوار والرولات وهاي السوالف مالتك، كلش حلوه وسعرها 20 يورو. رجعت وفر عرض الميز، الميز الخشب شي درجه اولى، القياس ماله 70 × 120، والعرض مالته 65000، والكراسي ضد الكسر ابد لا تخاف عليهم. رجع للصبح 2 ب 25. ناكم نشكات كلش حلوة، طبعا هذه هو تجي لاصقة من هوبية. عندنا موديلين، هذا الموديل يجي 3 متر يشتغل على الريموت، مباشرة شد على التلفزيون على أي مكان وريموت يجي وياه، هذا سعره 6000 دينار. عندي هذا الموديل 5 متر سعره 8000، يجي وياه ريموت ويجي وياه برنامج بالموبايل، يعني تحكم أنت بالموبايل، تريد بالريموت تريد عن طريق الموبايل. وخمسة متر تصير ورا التلفزيون على الديكورات على الخشب، هسه هذا مثل ما نقول بديل الخشب تستخدموه كل في اي مكان تقدرون تلزقوها، لزقه منها وبيها كلش سهله. هاي 8000 هاي 6000. اليوم ايش رجعنا وفرنا لكم؟ المقعد جلاتين، خل افتح لكم اياه على ما تعرفون الاصلي هذا يجي جلاتين ومغلف للسهوله، تقدر تغسله تصير بالسياره باي مكان على الكرسي مكتبي عندك قعدات عندك، واي هذا مريح للظهر كلش. واي ناس سالتنا عليه كنا مخلصين، توفرت كميات خير من الله هاي كلها وعلى 5000 قطعه. اليوم جبنا لكم هاي الهولدرات الحلوه الصغار، شوفوا لي الشكل مالتها وبيها كل الالوان. هسه حشغل لكم اياها هالشكل كلش حلوه، تشتغل على اليو بي اس، وسعر القطعه 500 دينار. اليوم جبت لكم حبل مال لعب، بس شنو الحلو بيه؟ احنا حتى الحبلنا يختلف، عداد منه وبيه يحسب لك كم فرة تفر. الكتروني حبل الكتروني وب 1000 دينار بس، 1000 دينار. موديلات الاكل عندكم هاي القياسات اللي هي قياسات صغيرة، طبعا هذه المقاس كلش كبيرة أكبر من كاسة بهواية، وهذا المقسم، هذني أسعارهن على 1000. عندكم هيش قياسات؟ اكو على 4، اكو هيش قياسات على 5، هواية موديلات صواني هواية كلها أكل جديد. صوتة جبتة 10 متر ويا المسدس ويا التوصالات كاملة، شيء حلو مرتب بس ما علينا. طبعا أتمنى أشكال المي، هذا الشكل هذا الشكل ثاني هذا الشكل لا هذا الشكل لا وهذا الشكل لا وهذا الشكل لا، أتمنى أشكال المي بس على الماضي. سعرها بيش 10000 دينار. وفرنا لكم مجموعة أكريليك بموديلات تختلف، شوفوا لي هذا الموديل، هذا الموديل هو عبارة عن علب أكريليك، شوفوا لي الأشكال مالتها، نفتحنا لكم إياها حتى تشوفون الموديلات. هذا تقدرين تسوي للملح للشكر للشاي، الموديلات كلش حلوة، وسعر السيت 12000. موديلات صواني كلش حلوة، حجم كبير، موديل حلو، وبيش قطعة ب 3000 دينار. أسطول أكريليك. بس شوفوا لي الجمال مالته، يجي ربل هذا على مد مع اللايلون تحفظ بيه، وبيه سعره 7000 دينار. هات اكريليك والنفايات، طبعا هاي تصير بالحمامات او باي مكان، كلش حلوه موديله كلها اكريليك ضد الكسر. هذا الموديل